ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما أحسن نديا. سنت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال إنما هاي غنى هاي حجي إنما نعد لهم عدا هاي الراء مو أرد أنا ما أعرف أدري ما تعرف صح بس أنا أريد شنو أريد أختبرك يعني تقول أرسلنا أر ها هسه الراء مفخمة طلعت صحيح لا تقول أر أو شكرا عبالي أتمنى لكم كل الخير والتساوي يلا حجي بسم الله الرحمن الرحيم عيد يوم نحشر المتقين منا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نعم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دير بالك نعم مو رحمن وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا دير بالك على الدال نعم قلقلة لقد جئتم شيئا إدا عافية من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لا رحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حلو اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو
لنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. خنبات 100% هذا. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سنت طا كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. سلام الرحمن الرحيم. هذا مصر لحد الان. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى الله صل على محمد وآل محمد.